الصف السادس ابتدائي. ازيكم حبايبي؟ هناخد يا ولاد اول درس في الهندسة اللي هو المسافة بين نقطتين في مستوى الاحداثيات. المسافة بين نقطتين يا ولاد بجيبها ازاي؟ لو انا عندي على خط الاعداد، ممكن خط الاعداد يبقى شكل زي ده مقلوب، اللي هو المحور الرأسي محور الصادات، بجيب معيار المسافة بتبقى القيمة المطلقة او المعيار، بعملها بالرمز ده كده. لو انا عايز اجيب طول القطعة مثلا مستقيمة ا ب، بقول ب ناقص ا، بعملها بقى معيار كده. يبقى طول القطعة المستقيمة ا ب يا ولاد عبارة عن معيار ب ناقص ا. يعني بنشوف ب كان احداثيها كام و ا احداثيها كام بتطرح. طبعا احنا هنتعلم ازاي نحل بالنسبة على محاور احداثيات السين والصادي وعلى الشبكة البيانية الاتنين مع بعض. نبدأ بالحاجات البسيطة، ماشي؟ يقول لي مثلا اوجد المسافة بين نقطتين ألف و ب من الشكل المقابل. بص يا حبايبي كده، ادي الألف وادي ب. بص كده، السالب أربعة راحت لحد ايه؟ الخمسة. مش كم وحدة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. يبقى المسافة بين ألف و ب تسعة وحدات طول. دي طريقة لو أنت متلخبط ومش عارف تحل. طيب إيه الطريقة بقى الصح اللي إحنا بنحل بيها؟ اللي هي يا ولاد عشان اجيب المسافة بين ا ب بقول ب ناقص ا. يعني عشان اجيب طول القطع ا ب بقول له ايه؟ ب ناقص ا، واعملها جوه معيار كده. يبقى لما يقول المسافة بين ا وب اللي هي معيار ال ا ب اللي هو معيار ب ناقص ا. طيب معيار ب ناقص ا بيبقى دايما بنطرح الثانية ناقص الأولى، يحتس النهاية ناقص احداث البداية. يعني لما اجي اجيب طول قطعة ا ب بجيب النهاية ناقص البداية. دي بداية القطعة ودي نهايتها، يبقى النهاية ناقص البداية. تعالوا نعوض بقى، اشوف البه كانت على الرسمه بكام؟ بسالب 4. بسالب 4 كاتب سالب 4 ناقص الالف كانت بكام؟ 5. اهي كمل معايا كده يا حبايبي، كملوا. سالب 4 ناقص 5. ها سالب 4 ناقص 5 بكام؟ سالب 9. سالب 9. طيب معيار السالب 9 بكام؟ 9. ايوه طلع 9 اللي احنا طلعناها، 9 وحده طول. مساله سهله جدا، مش صعبة. انت عشان تجيب طول قطعة بتجيب النهاية ناقص البداية، فاهمين كده؟ يعني هتقول ب ناقص ا، تشوف ال ب كانت بكام؟ سالب 4 ناقص ال اللي هي ب 5، وتطرح سالب 4 ناقص 5 بسالب 9 وتجيب المعيار ب 9. فهمتوا كده؟ طيب المسافة بين د و ج، يلا يا حلوين، د ج اهي، نقول معيار د ج اللي هي معيار ج ناقص د. يلا يا ولاد، يلا يا بنات، الج كانت بكام؟ الج ب 3. ممكن 3 ناقص الدال، الدال بكام يا بنات؟ سالب 2. نقوم حاطينها جوه قوس كده اهو، وبعد نتلخبط. سالب وسالب موجب هتبقى 3 زائد 2 هتساوي 5. 5 يبقى سالب في سالب بايه؟ بموجب. سالب وسالب، سالب في سالب بموجب. دي جمع، اشارات متشابهه نجمع. 3 و2 5 يبقى معيار 5 ب 5. تعالوا كده بصوا للشكل عشان نتاكد من الحل. الدال عشان تروح للجيم اهي، واحده ادي كده 1 2 3 4 5، مشينا 5 وحدات من د لحد ج، يبقى دي المسافه بين د و ج 5 وحدات. طب المسافه بين ج و ب اللي هي معيار الج ب، معيار الج ب نجيبه ازاي؟ نقول معيار ب ناقص ج. يلا ب ناقص ج نجيبها ازاي يا اولاد؟ اهو ب كام؟ سالب 4. الب بسالب 4 والج بكام؟ 3. يبقى معيار سالب 4 وسالب 3 بكام؟ سالب 7. سالب 7. معيار السالب 7 بكام؟ 7. يبقى 7 وحده طول. سهله جدا، فهمتيها؟ فهمتها يا بنتي؟ ها تعالى نتاكد، تعالى نتاكد. ادي الجيم وادي الباء، ادي الجيم اهي وادي الباء. يلا نوصل كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 اهي. فهمتوا؟ طيب مساله كمان، يلا يا ابطال، اوجد طول القطعة ا ج من الشكل المقابل. ركزوا يا بنات عشان ما نتلخبطش، هنجيب ورق ونحل فيه وعشان ما نتلخبطش. يلا يا ابطال بصوا كده معايا، انت عايز تجيب ا ج على طول بتعمل معيار كده وتقوم كاتب التانية ناقص الأولى أهي، وتعوض من هنا. الجيم بكام؟ 4. والألف بكام؟ 7. الألف كانت فين؟ بسبعة. أيوه يبقى أنت عندك ها معيار 4 ناقص 7، ما تستعجلوش. ما تستعجلوش. سالب 3. مختلفين نطرح، او قول فعل 4 اخد منها 7؟ لا نبدل ونحط السالب بس، 7 ناقص 4 3. المعيار يطلع بكام؟ ب 3. طب اللي بعدها ب زين. القطعة ب زين، عايزين نجيب طول القطعة ب زين، نجيبها ازاي؟ نجيب معيار زين. ب زين ايوه اللي هي ايه؟ زين. معيار زين ناقص ب. يلا نجيب الزين بكام؟
سالب واحد سالب واحد والالف بسبعة والب بكام؟ الب بخمسة. محدش يتلخبط يا بنات، محدش يقول هوزع المعيار، لازم تحل اللي جوه الاول. اه سالب في سالب بموجب دي مش جامعة. سالب ستة. سالب ستة. ده مش ضرب. ان انت تضربي حاجة في حاجة. انت عندك سالب واحد وناقص خمسة. ها متشابهين ولا مختلفين؟ متشابهين. يبقى نعمل ايه؟ نجمع. نجمع اهو. ونحط الاشارة زي ما هي. يبقى المعيار هيطلع معنا كام يا اولاد؟ بستة. ستة وحدة ها مستوعبين؟ طيب اللي بعدها. يلا الحل دي. طول الف دال نعمل معيار. دال ناقص الف. الدال بكام؟ الدال بصوا معايا يا بنات. ها اتنين. ناقص الالف بكام؟ بسبعة. يبقى معيار اتنين ناقص سبعة سالب خمسة. معيار السالب خمسة. خمسة. طيب اللي عليه الدور. الف واو. الف واو. واو الف بسوء. واو ناقص الف. ناقص الف. الواو كانت بكام؟ صفر. ناقص الالف. الف بكام؟ سبعة. صفر ناقص سبعة. سالب سبعة. الصفر بيضاف على اي عدد يديك نفس العدد. ماشي. يبقى معيار السالب سبعة يطلع بكام؟ بسبعة. سبعة وحدة طول. طيب به زين على الدور. يلا. بيساوي معيار مسألة فين اهي البيت بخط. نجيب المعيار ونقول زين ناقص بيه. زين ناقص الزين بتساوي سالب واحد. ايوه ناقص بيه خمسة. ها قولي يا بنت استني. ها سالب واحد وسالب خمسة. سالب ستة. سالب ستة. معيارها بكام؟ معيارها بايه؟ بستة. فهمتوا؟ نكمل مع بعض التمرين التاني يا اولاد. ركزوا معايا يا بنات كله ركز. طول دال واو هنحل بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها. عشان يقول لي مثلا هات لي طول القطعه دال واو بنقول له معيار واو ناقص دال. تمام. وبعدين نشوف الواو كانت بكام. الواو بصفر. ناقص الدال بكام؟ بسالب خمسه. ايوه خد بالك لما تيجي تكتب سالب حطها جوه قوس كده. اه هيبقى معيار صفر زائد الخمسه. صفر زائد خمسه بكام؟ خمسه. يبقى معيار الخمسه خمسه وحده طول. طيب طول دال ج ناقص طول ب ا يعني بيقول لك احسب لي طول الدال ج بكام وطول ب ا بكام ونقصهم من بعض عادي. احنا نحلها في الكراسه عشان ايه الحته هنا ضيقه ومفيش ايه مساحه. ماشي. فانا عايزك لما تيجي تحل اعمل كده خطوات. اول حاجه هات طول القطعه دال ج. دال ج بتساوي اهو. دال ج بتساوي ايه؟ معيار الج ناقص الدال. الج عندك كانت بسالب 2 ناقص والدال كانت بسالب خمسة. سالب في سالب بموجب يا بنات. يبقى معيار اهي يا ولاد سالب اتنين زائد الخمسة. يعني معيار ربي هنا يا ولاد سالب اتنين زائد خمسة هيدينا سالب تلاتة. الكبير مين؟ الخمسة ولا السالب ولا الاتنين؟ لا خمسة. يبقى ناخد الإشارة بتاعت الخمسة تطلع بتلاتة. معيار التلاتة يعني يساوي تلاتة وحدة طول. انت جبت الاولانيه اللي هي دال ج. خلاص جبت دال ج اهو. تعالى بقى نجيب الطول القطعه الثانيه اللي هي بها الف. يبقى انت هتعمل خطوات يا حبيبي ما تشتغل. تجيب الدال ج بكام وتجيب بها الف بكام وتطرح. خلاص يا اولاد. يبقى معيار اهو الف ناقص ب. الالف كانت بست ناقص الب بتلاته. يبقى سته ناقص تلاته بتلاته. معيار التلاته بتلاته وحده طول. وبالتالي الفرق بينهم هما الاثنين هيطلع بايه؟ 3 ناقص 3 هيديك صفر وحدة طول. يبقى الفرق بين الطول دال ج ناقص طول ب ألف يبقى الحل بتاعنا ايه؟ بيساوي يبقى دال ج ناقص ب ألف بيساوي صفر. مفيش ايه فرق بينهم يعني. لأن هما قد بعض الفرق بينهم صفر. المرة دي عايز يجمع يقول لك هات لي طول دال ج زائد واو ب. احنا طلعنا الدال ج يا بنتي بكام؟ ب 3 صح؟ دال ج طلع ب 3. طب والواو ب؟ الواو ب تقدر تجيبها من على الرسمه؟ اه الواو لحد ب 1 2 3 وحدات. شايفين من 0 ل 3 الحركه 3 وحدات. يبقى 3 و3 6 6 وحدات طول.
امال ايه الحاجات دي؟ طبعا ده اللي هو الخطوات اللي احنا عملناها، ولكن احنا عملناها في ورقه خارجيه. تعالوا بقى نشوف نقطه ثانيه يا اولاد اللي هو الشبكه البيانيه. ركزوا معايا عشان تفهموا الموضوع ده كويس جدا، ازاي نمثل نقطه على الشبكه البيانيه. تعالوا نشوف تمرين ثاني يا اولاد ازاي نمثل على الشبكه البيانيه النقط. النقطه الاولى الف احداثيها، بص كده سالب 2 1. ازاي نمثل على الشبكه البيانيه؟ خد بالك النقطه اللي كلها احداث س و ص، ده السيني وده الصادي، والشبكه البيانيه بيكون فيها محورين يا اولاد، محور افقي ومحور راسي، ده السيني وده الصادي. طب النقطه اللي انا عايز امثلها يا اولاد اللي هي الف كانت 2 1 سالب 2 1، بعمل ايه؟ باجي عند السالب 2 واطلع للواحد. فين السالب 2؟ اهي، اجي عند السالب 2 اهي واقوم طالع للواحد، اطلع وحده واحده لفوق، يبقى اقف عند السالب 2 واطلع وحده واحده لاعلى. فاهمين؟ يبقى دي نقطه الف، يبقى احداثيها سالب 2 1. طيب نقطه ب كان احداثيها 3 1، الب كانت 3 1، ها فين التلاتة؟ هنقف عند التلاتة. فين التلاتة يا بنات؟ اهي، ونطلع لايه؟ وحدة واحدة لأعلى، يبقى تقف عند التلاتة وتطلع وحدة واحدة لفوق، يبقى دي ب. طب والجيم؟ دي دال، في دال، اه دال اهي بسالب 2 و5. نيجي عند السالب 2 ونطلع لمين؟ للخمسة، سالب 2 اهي، ونقوم متحركين للخمسة وحاطين نقطة. كده عملنا النقط. قال لي هات لي ايه؟ ألف ب بتساوي نقط، وألف دال بتساوي نقط، يعني أنت لما توصل بالألف ب تبقى كام وحدة طول يعني؟ ها عد كده، الالف كانت سالب 2 وراحت للتلاته، يبقى مشت من هنا وحدتين ومشت من هنا تلاته، يبقى كلهم كام وحده؟ خمس وحدات، يبقى الف ب بتساوي خمسه وحده طول. وحده طول، شوف سهله ازاي؟ طب الالف دال، تعال نوصل من الالف للدال. الالف دال دي بتوازي ص ص شرطه، الالف كانت عند مين هنا؟ عند الواحد، وراحت للدال اللي هو خمسه، كانت عند الواحد وراحت للخمسه، يبقى مشت كام وحده؟ أربع وحدات. هي كانت عند الواحد وراحت للخمسة. ها؟ مشت أربعة، الواحد عشان يبقى خمسة محتاجين نزود أربعة. طيب حدد موضع النقطة دي من ثلاثة وخمسة، بيقول لك حددها على الرسمة. فين ثلاثة وخمسة؟ نيجي عند الثلاثة ده ونطلع لفوق خمس وحدات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعد خمس وحدات، يبقى نيجي عند الرقم الأولاني ده أهو، ونقف عنده ونعد واحنا طالعين لفوق خمس وحدات اهو، كده خلاص خلصنا جيم. تعالى بقى ايه؟ تحقق بان الشكل مستطيل، هتوصل. هتوصل دول ببعض كده، يبقى انت كده عملت المستطيل بتاعك، الف بقى جيم ده المستطيل اهو. بيقول لي اوجد محيطه ومساحته. محيط المستطيل بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض كل في 2. ماشي؟ طب ده مستطيل، احنا قلنا الف ب كام وحده؟ الالف اللي ب طولها خمس وحدات، كان عند السالب 2 1 3، يعني طولها خمس وحدات من الف لب، ومن الف لحد د اللي هو العرض ده 1 2 3 4، يبقى المحيط هنقول له الطول زائد العرض كل في 2، 5 4 9، 9 في 2 بكام؟ 18 وحده طول. طب المساحه بنجيبها ازاي؟ مساحه المستطيل الطول في العرض، الطول في العرض، شاطرين. يبقى انا هنضارب البعدين في بعض اللي هي 5 5 4 20 20 وحدة مربعة. شوف التمرين اللي بعده كده، ركزوا معايا يا ولاد لما اجي امثل النقطة. حدد نقطة أ 0 و 3، بصوا بنعمل إيه؟ بصوا كده يا حبايبي، هنيجي عند الصفر ونطلع للتلاتة، بصوا كده أنا الصفر أهو، شايفينه؟ النقطة تاني يا ولاد، النقطة اسمها 0 و 3، بصوا عينكم معايا، هنقف عند الصفر ونطلع تلات وحدات لفوق. كنا بنلعب لعبة الأسانسير، نيجي أسانسير رقم صفر أهو، ده الصفر. نطلع الدور التالت، واحد اتنين تلاتة، وصلنا لحد هنا. يبقى دي النقطة بتاعتنا اللي هي أ. النقطة ب سالب 2 وصفر. فين سالب 2؟ أهي، شايفين؟ سالب 2 أهي. هنقف في مكاننا، لا نطلع ولا ننزل. دي مكاننا أهي، سالب 2 وصفر أهي. شايفينها؟ يبقى دي نقطة ب سالب 2 وصفر، ونيجي هنا ولا نطلع ولا ننزل. دي نقطة ب. اللي هي ده. نقطة ج صفر وسالب 3، نيجي عند الصفر وننزل ايه؟ السالب 3 تحت، ادي نقطة ج. خلاص؟ يبقى تاني يا بنات، نقطة أ كانت 1 0 و3، وقفت عند الصفر وطلعت لمين؟ للتلاتة. طب ونقطة ب سالب 2 وصفر اهي، جايب عند السالب 2 ووقفت في مكاني، لا طلعت ولا نزلت، ركزي معايا اهو. ب والج صفر وايه؟ سالب 3، نقف عند الصفر وننزل لكام؟ للسالب 3، مفهوم كده؟ طيب دال 2 صفر، ها؟ هنقف فين؟ عند
ننزل الاثنين. لا نطلع ولا ننزل. لا نطلع ولا ننزل. يبقى الدال اهي. كده فهمتوا؟ تمام. تعال نوصل. لا هقول تاني. هقولها تاني حالا. بس ركز بس من الوصل. هيطلع معين. يطلع. هنشوف هيطلع ايه. هيطلع معين. جميل. هقولها تاني يا بنات عشان اللي ما فهمش. احنا لازم نوصلهم. لازم نوصلهم طبعا. ده يطلب مني بقى المساحة والكلام ده كله. تاني يا ولاد ركزوا معايا. الالف كان احساسها صفر وثلاثة. بس كده. الف كانت صفر وثلاثة. بنعمل ايه؟ بنيجي عند الصفر ده اهو. ونطلع لفين؟ ها؟ بعد التلاتة. اهي. كده الف. طب نقطة ب سالب اتنين وصفر. تيجي عند السالب اتنين اهو. وتقف مكانها. لا تطلع ولا تنزل. لان الصفر ما بيتحركش. هو الصفر ده مكانه. دي سالب اتنين وصفر. طيب جه صفر وسالب تلاتة. تيجي عند الصفر ده اهو. وتنزل للسالب تلاتة. احنا يا اما بنطلع يا بننزل. بس السالب يعني ننزل تحت. ها؟ واتنين وصفر يبقى في مكانها. لا تطلع ولا تنزل. فهمتي؟ تمام؟ يلا يا بنات يلا يا بنات نجيب طول ا ج. بصوا يا اولاد احنا عشان نجيب ا ج دي بنقول ايه معيار كده ج ناقص ا مش ده لسه حلينا. طب بصوا يا اولاد الج والالف ده على الراسي ولا الافقي؟ الافقي. الج ا ده اهو. بصوا من ج لالف الراسي. يبقى لما نيجي نجيب احداث الج بصوا كده معايا. شوف الج كانت عند مين؟ عند الرقم ايه؟ سالب 3 بمكبين هو سالب 3 ماشي. والالف كانت بكام؟ ب 3. بس حلها بقى. سالب 3 وكمان سالب 3 تبقى سالب 6. معيار السالب 6 ب 6 وحده الطول. سهله جدا. طب اللي بعدها؟ ها؟ الدال ب. طول الدال ب اقول معيار واقول له ايه ب ناقص دال. طب يلا يا بنت قولي ال ب والدال اهو مع الافق ولا الراس؟ على الخط اللي هو من الافق ده؟ افق. يبقى ال ب والدال افق صح؟ يبقى ال ب ناقص الدال. ال ب كانت بكام؟ سالب 2 ب2 كاتبين اهو سالب 2 ناقص 2 ناقص الدال اللي هي ب2. ها سالب 2 سالب 2 سالب 4 معيارها 4 وحده طول. بس كده خلصنا ال ب ده. ما اسم الشكل؟ معين. الشكل ده معين وكاتبين اهو معين. مساحه الشكل احنا عارفين مساحه المعين نص حاصل ضرب طول قطرين. مساحه المعين نص في القطر الاولاني اللي هو ألف جيم في القطر الثاني اللي هو دال ب. مساحة المعين نص حاصل ضرب طولها قطرين من سنة 5. نص حاصل ضرب طولها قطرين. ايوه انت جبت الالف جيم بستة. وجبت الدال ب باربعة. نص الستة كام؟ تلاتة. تلاتة في اربعة بكام؟ ب 12. يبقى 12 وحدة مربعة. اقولها تاني؟ اقولها تاني. بص يا بنات ده معين اهو. الرسمة دي بتاعتنا معين. ده اسمه قطر. وده اسمه قطر. لما تيجي تجيب مساحة المعين بتقول له ايه؟ نص في طول القطر في طول القطر. نص حاصل ضرب ايه؟ طول قطرين. القطر الاولاني اللي هو ألف جيم في المسألة طلعناه بستة. والقطر التالي طلعناها باربعة. يبقى نص في ستة في اربعة. نص ستة كام؟ تلاتة. تلاتة في اربعة ب 12 وحدة مربعة. ماشي؟ طيب محاور التماثل الشكل. خدوا بالكم المعين ليه محورين تماثل. المعين ليه اتنين. المربع اربعة. المستطيل اتنين. الدائرة عدد لا نهائي. المثلث المستوي الاضلاع 3. المثلث المستوي الساقين 1. المثلث مختلف الاضلاع 0. دي يا اولاد محاور تماثل الاشكال من سنه 5 خدناها زمان. هقولها تاني. محاور تماثل الشكل ده اسمه ايه؟ محاور تماثل المعين. المعين ليه كم محور؟ محاور تماثل الشكل يا اولاد يعني الخط اللي بيقسم الشكل لشكلين متطابقين. المحاور هنا اللي هما القطرين يعني ا ج ولا علامه خط مستقيم كده. والمحور الثاني اللي هو دال ب ونبع عليها خط مستقيم. لاحظ ان محاور التماثل هي محاور احداثيات السين والصاد يعني. تعالوا نشوف التمرين اللي بعده. بيقول لي حدد موضع النقط ا وباء وج ودال على الشبكه الباهيه. نقطه ا احداثيات 2 و4. ها نقف عند الاثنين ونطلع على الاربعه. نقف عند الاثنين ونطلع ونطلع اربع وحدات. واحد اثنين ثلاثه اربعه. لا اوقف ايوه هنا اطلع على الاربعه فوق بقى. من اثنين لاربعه. ايوه نقف من الاثنين ونطلع عند الاربعه. هكذا؟ جميل اكتب جنبها الف. نقطة ب 2 وسالب 2. نقف عند الاثنين وننزل للسالب 2. ننزل للسالب 2. على الخط بتاعها. ايوه عند السالب 2 ننزل على الخط بتاعها. دي نقطة ب. فهمتوا؟ فهمتوا. اكتب جنبها ب. طيب نقطة ج سالب 2 وسالب 2. سالب 2 وننزل للسالب 2. ايوه دي ج شطار. نقطه دال سالب 2 و4 نقف عند سالب 2 ونطلع على 4.
ايوه سالب 2 نطلع لكام؟ 4. ليه ده؟ وصل الشكل بالمسطره بتاعتك. يلا ده مستطيل. بقى مستطيل. ايوه كده وصله. يلا هنوصل ا ب ب، وبعدين نوصل ب ب ج، تمام، وبعدين نوصل ج ب د، وبعدين نوصل ده بايه؟ بألف. بقى مستطيل اهو. تعالوا نجيب طول القطعه ا ب هي وهي بنات. فاكرين الطريقه؟ ا ب هنقول له ب ناقص ا. يا بنات ب ناقص ا، بصوا الب اهي والالف اهي. الب كانت بكام هنا؟ بسالب 2. سالب 2، انتوا كاتبين هنا سالب 2 كده. ناقص الالف بكام؟ ب4. تمام، يبقى سالب 2 ناقص 4 بكام؟ ها؟ بسالب سالب ها؟ سالب 6. سالب 6، معايا سالب 6 بكام؟ 6. 6، طيب اللي بعدها؟ طول الب ج، هنقول له ايه؟ ج ناقص ب. تعال نبص على الب ج اهي، شايفين الب ج؟ بتوازي محور السينات. يبقى الجيم كانت بكام؟ سالب 2. ناقص ال ب كانت بكام؟ 2. ايوه سالب 2 وكمان سالب 2 تبقى كام؟ 4. معيار السالب 4؟ ها؟ 4. شطار. طب يلا اللي بعدها، طول ج د، هنقول ايه؟ د ناقص الج. بصوا يا حبايبي كده، ركزوا على الرسمه معايا. بص كده، د ج اهي بتوازي محور ايه؟ الصادات. يبقى هجيب من على الراس يعني. يلا ها، الدال كانت بكام؟ ب4. ناقص الجيم اللي هو 2. سالب؟ سالب 2. يبقى سالب في سالب بموجب اهي، لان هي سالب 2، سالب في سالب بموجب. يبقى معيارها هي 6 وحدة الطول. فهمتي؟ طيب دال الف، اقول الف ناقص ايه؟ دال. يلا الف دال اللي هو اهو، الف والدال اهو. 4 الف كانت، لا بصي، بص بص، الف دال اهي، شايفها؟ دي قبال مين الالف دال؟ توازي مين؟ دال. ها سين سين شرطة. يبقى لما تيجي تحركها تحركها على سين سين شرطة. ركزي كده، ده الألف دال أهي، شايفة؟ بتوازي مين ده؟ فأنت قلتي ألف ناقص دال، الألف كان قبالها كام هنا؟ ها؟ 2. يبقى أنا عندي الألف دال أهو، ده الألف اللي هي ألف ناقص دال، يبقى الألف كانت قبال ألف دال أهي يا ولاد، بتوازي محور السينات. يبقى التحرك على العرض اللي هو بالعرض مش بالطول يعني، مش من هنا لهنا. يبقى الألف كانت ب2 أهي. ب2 ناقص الدال اللي هي سالب 2. سالب في سالب بايه؟ بموجب. يبقى 2 زائد 2 ب4، يعني 4 وحدة طول. اسم الشكل ده اقول له مستطيل. مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ الطول في العرض. يبقى هضرب الستة في 4 ب24 وحدة مربعة.